السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويومية حفصة. جيتكم اليوم بفيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا اليوم حلوة دوزتي، سهلة مهلة بمذاق القهوة والشكلاط. غادي ندوزو دابا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج فيهم 125 غرام من الزبدة، المارغرين، كاس ديال سكر سنيدة، كاس العنبة عبر كاس العنبة، كاس ديال الزيت كذلك توابع عبر كاس العنبة، جوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ياغورت بذوق الشوكولاتة. تقدروا تجيبوا أي مذاق بغيتوا، أنا درتها هنا بمذاق الشوكولات. عندي هنا معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، عندي ساشي من بودرة الكاكاو أو ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، عندي فلون كذلك ديال الشوكولات، وعندي جوج حمارات والدقيق تيبقى على حسب الخليط. غادي ندوز دابا لطريقة التحضير. أنا خديت واحد القصرية اللي غادي ندير فيها 125 غرام من الزبدة، كذلك غادي نضيف ليها كاس ديال سكر سنيدة، غادي نضيف ليها قهوة سريعة الذوبان، غادي نضيف ليها بودرة الكاكاو ديك الساشي أولا ملعقة كبيرة، غادي كذلك نضيف ليها فلون بذوق الشوكولاتة، وغادي ندير واحد القبصة تاع الملح. دائما لتصحيح الذوق كنديرو ديك القبيصة ديال الملح. صافي دابا كنخدمو مزيان هاد الزبدة مع هاد المكونات اللي درنا هنا في الكسرية حتى كنحصلو على كريمة متجانسة. فينا بعد ما خدمت الزبدة مزيان مع سكر سنيدة والفلون والكاكاو والقهوة، غادي نضيف دابا الزيت، داك كأس من الزيت النباتية حتى هو، ونخدمو أي حاجة ضفتها حتى كنخدمها مزيان وكندخلها مع المكونات الاولين، عاد كنضيف داكشي المتبقي. صافي كذلك بعد ما خدمت الزيت مزيان ودخلتها مع المكونات الاخرين مع الزبده وسنيده، فدابا كنضيف جوج بيضات بسم الله، وحتى هما كنخدمهم مزيان. كتعرفوا الحلوه ما كتبغيش العجين العجن بزاف بحال لا تدلك، فكنخدموها هكا مزيان. ملي كنضيفو هكا المكونات في الاول كنخدموها مزيان باش ملي نضيفو الدقيق كنجمعوها هي بالاطراف ديال الاصابع. صافي بحال هكا. كذلك بعد ما تجانسينا البيض، فدابا غادي نضيف ديك الياغورت بذوق الشوكولات، تا هو يكون بدرجة حرارة المطبخ. عندك البيض والياغورت خصهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ باش ما يخسروش لينا الحلو. صافي هنا بعد ما تجانس لينا هذاك، شوفوا كيكون الخليط هكا على شكل بحال بوماد بحال كان كتكون كريمة. دابا غادي نقوم بإضافة الدقيق، وغادي نقول لكم تقريبا شحال خدا معايا بالكاس، هو راه كيبقى على حسب نوعية ديال الطحين. غادي نضيف الكأس الأول، غادي نضيف كذلك الكأس الثاني، وغادي نضيف الكأس الثالث، الكأس الثالث، وغادي نضيف دوك جوج خمارات. علاش أنا درت جوج خمارات؟ لأن الحال بارد، إلا كان الصيف الحال سخون كديرو غير خمارة وحدة، فدابا الحال بارد كندير هكا جوج خمارات باش كتجيني الحلوة زوينة وعاطية لي. كندير الخمارات تهل. صافي دابا درت ثلاث كؤوس، غادي نحط حدايا الكأس الرابع ونبقى نجمع هكا في العجينة. كيف قلت لكم كتجمع العجينة بأطراف الأصابع، ما تحاولوش تدلكوها، وهاد الحليوه راه كيجيو فيها دوك الحبيبات هكا ديال القهوه كتجي زوينه صراحه ولذيذه. مذاق القهوه ولا الشكلاط كتجي جد رائعه. صافي هنايا دخلت داك الكيسان ثلاثه، كتب عليا باقي الحلوه الجاريه
كيف قلت لكم راه على حسب نوعيه ديال الطحين ديالكم. انا غادي نقول لكم ولكن كيبقى على حسب نتوما اش من دقيق عندكم واش كيشرب ولا لا. غادي نضيف الكاس الرابع ونعاود ندخل هنا. بعد ما دخلت هذاك الكاس الرابع كذلك والعجينه باقي عندي شويه بقى ملخوفه، فكنبقى نضيف الكاس الخامس دفعات غير شويه بشويه حتى ني هاد الحلوه ما خصهاش تجينا قاصحه. الا قصحنا لها العجين ديالها فكتجينا قاصحه. غادي ندخل فيها هاد الكاس الخامس غير بشويه ونعاود نشوف. انتوما شفتوني راه كنخدم غير بالاصابع ديال الاطراف الاصابع ديال يديا ما كندلكش. بعد ما جمعت العجينه انتوما خدت معايا 5 ديال الكؤوس ونصف. من بعد ما ضفت داك الكاس الخامس ودخلته في العجينه بقات لي العجينه ملخوفه، فعاود زدت نصف كاس اخر اللي هي 550 غرام اللي خدت معايا 5 كؤوس ونصف. انتوما خص العجينه تكون هكا خفيفه وفي نفس الوقت راها كتجمع في اليد باش ملي نكوروها تكور لينا بسهوله ودي زوينه وخفيفه. دابا غادي نغطيها ونخليها بيد ما نظف هنايا سطح العمل ونرجع معكم باش نشكلوها. صافي هنا اول حاجه قبل ما كنشكلوا الحلوه ديالنا كنشعلوا اول حاجه الفران. انا غادي نحتاج للميزان، الا ما عندكمش الميزان غديروا غير يديكم زعما غير عينكم ميزانكم قياس يديكم ديروه. كنشدوا تقريبا كنديروا في الكره ما بين 15 16 غرام حيت باقي غادي نزوقوها. ثم ما بين كي قلت لكم 15 16 غرام كتجي كويره لا باس بها. انتما كنشدوا الكويره كنكوروها انتما بعد ما كنكوروها وكنضغطوا عليها هكا بالقاع ديال اليد ديالنا انتما صافي. وكنهزوها كنديروها في وسط اللاطه اللي تكون مدهونه بالزيت اولا مفرشه بورق الطب اولا راه ما تخافوا والو لان الحلوه فيها الزبده والزيت ما تخافوا والو لان هاد الحلوه باقي غادي نزوقوها. اذا 16 غرام مزيانه ما بين الزواق وهذا بغا تجي هي هذيك كتجي مازال عامره واطيه الليل. اذا 16 غرام راه مزيانه صافي. انا غادي نستمر حتى نكمل هاد الحلوه كامله بنفس الطريقه اللي وريتكم. كنشدو نعبروا اولا كيف قلت لكم عينكم ميزانكم في الكويرة وكان نشدوها نكوروها هكا ما بين يدينا وكنضغطوا ضغيطه خفيفه انتم صافي. فينا بعد ما كملت الطياب ديال الحلوه انتم شوفوا كيفاش كيجي. كيف قلت لكم حتى الحجم ديالها كيجي هو هذا كتجي كتحسوا بها انها تحمرت من التحت صافي. انتوما كتهبطوا شويه كذلك حتى لتحت حتى كتحمر كتذهب كتحسوا بها نشفت من الوجه ديالها. الطريقه ديال الطهي ديالها كيف ما العاده كيف ما كنطيبوا دائما الحلوه ان الفران يكون سخون العافيه من التحت تكون مهيله حتى كطيب الحلوه على خاطرها من التحت تحمر هكا وتنشف صافي. كنهبطوها هكا لتحت كذلك تنشف هكا من الوجه ديالها. انتم شفتوا دوك الحبيبات ديال النسكافيه هكا تيبقاو في وسط الحلوه زوينين. غادي ندوزو دابا باش نوجدوا الكلاصاج اولا الكانوش باش غادي نغلفوا هاد الحلوه. الكلاصاج عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر سنيده غادي نديرو هنا في شي كاسرونه. نضيف عليهم كاس لاروب ديال الزيت النباتيه كيف ما قلت لكم كلشي على بارب الكلمبه. نضيف عليهم كاس لاروب ديال الماء هذا غير الكاس باش عبرت الزيت عبرت به كذلك الماء. نضيف عليهم قليل من قهوه سريع الذوبان بما ان مذاق القهوه الشوكولاط. غادي نضيف هكا واحد نصف ملعقه صغيره كذلك غادي نضيف واحد الساشي ديال بودره الكاكاو. تقدروا بلاصه القهوه تعوضوها بالفاني تعوضوها بمذاق الفاني صافي. انا كندير ديك الساشيه ديال بودره الكاكاو. نضيف عليهم 12 قطعه ديال الشوكولاط اسود غالا انتما 12 قطعه كذلك حتى هي كندير كلشي في كاسرونه
دابا غادي نديرو من فوق البوطه تيجيبو الغليه وكنطفيو على هاد الصلصه. باش كتعرفوا الصلصه واجده كيجيب هكا الغليه كيوليو هكا فقاعات. صافي نتسناو عليه واحد دقيقه وكنطفيو عليه. صافي هنا الصلصه عندنا جاهزه. ما وجد ليا الكلاص لي جاوا الكناش باش غادي نسقي ديك الحليوه. هنا خديت كوفريت اي كوفريت بغيتو كنحكو هكا في الحكاكه غليظه نخلط ما بين شوكولات وفاني. المهم كنحكو اولا كنفرتتو بين يدينا. الطريقه هي انني كناخذ الحلوه كناخذو هكا الحليوه كنديروها في وسط الخليط بسم الله. صافي كن ندوزوها هكا هي في الصلصه ديال الشوكولات. هنا هاد الشوكولات راه ما يخسر لكم، ما تخافوا والو ملي تصايبوا الحليوه ما تخافوا منها والو لان ما فيهاش الحليب. الحليب هو اللي كيخسر هاد ديك الحلوه. فاحنا دايرين هنا غير الماء فقط في هاد الكلاصاج. فكندوز هذيك الحليوه في هذاك الشوكولات وكنديرها هكا هي في داك الكوفريت. تقدروا تديروا الكوك ولا تقدروا تديروا اي حاجه بغيتوا. انا فضلتها هكا بيسكوي كتجي زوينه. هانتوما طريقه جد سهله. كنديروا نعاود معكم وحده اخرى كنديروها في الشوكولات بسم الله وكنهزوها كنسقطروها مزيان ما بين هاد الفرشيطات بجوج. صافي وكنديرها في الكوفريت. كيف قلت لكم تقدروا ديروها في الكوك اللي من بعد ما تديروا عليه شويه ديال الكاكاو الا ما بغيتوش ديروا الكوفريت باش يجيكم هكا غير كحل. بغيتو غير الكوك هكا كبيض بغيتو هكا الكوفريت. المهم كيبقى على حسب المتوفر عندكم. واي كوفريت بغيتو تونيك سيلفيا اي كوفريت بغيتو تشريوه بالعبار اي كوفريت. المهم راه كتجي بنينه. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها. هي نعود معكم وحده اخرى. صافي في الكوفريت وصافي وكنخليوها هكا. من بعد ما كتبرد كتشد راسها مزيان وكتجي حليوه رائعه. هانتوما على هذا الشكل. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما كنكملوها. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالها. شتو باش قلت لكم انها راه مازال كتزاد في الحجم ديالها ملي كنديروا لها داك الصلصه ديال الشوكولات وكنديروا لها هكا الكوفريت كيتزاد مازال الحجم ديالها وكتبان مهبره وزوينه وكبيبره. دابا غادي نقسمها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الوسط هشيشه وزوينه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي من الوسط. هانتوما كتجي زوينه وكتجي مشربه هذيك الصلصه ديال الشوكولات. هانتوما كتجي الصراحه وكتجي فتيه ما تشبعوش منها. هانتوما كتجي جد رائعه كتستحق التجربه وكتجي لذيذه كيف قلت لكم بمذاق القهوه والشوكولات. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم تبارطاجيوها مع الحباب والصحاب تدعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي. فرجه ممتعه ان شاء الله الى فيديو اخر وصفه اخرى. والسلام عليكم.